تفقد وزير الدفاع الإسرائيلي يؤف جالانت قاعدة تدريب لواء جولاني التي تعرضت لهجوم بمسيرة مفخخة أطلقها حزب الله أمس وأدت إلى مقتل 4 جنود وعشرات الجرحى بينهم عدد كبير بحالة خطرة. أكد الناطق باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاجاري أن الجيش الإسرائيلي سيفتح تحقيقا لمعرفة كيف دخلت المسيرة التي أطلقها حزب الله إلى إسرائيل واستهدفت قاعدة بنيامين العسكرية دون تفعيل أجهزة الإنذار. وكان هاجاري أكد أن إسرائيل في حالة حرب والهجوم على قاعدة تدريب في العمق هو صعب والنتائج مؤلمة على حد تعبيره.